السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتبعوا هذا الفيديو. إخواني أخواتي، في ظل التطورات والأبحاث قضية راضية مارتيل لصفتها الزوجة لا عزوز وبنتها بوتينا وكذلك الإبن ديالها شريف، فالزوجة السفاحة إخواني أخواتي فجأت اليوم المحققين وبطلب من المحامي ديالها لدى الغرفة الجنايات الاستئنافية التابعة للمحكمة بالخبرة الطبية والعقلية والنفسية للجانية للتأكد من قواها العقلية نظرا لهول هذه الجريمة إخواني أخواتي، جريمة بشعة بكل المقاييس واللي قامت بها هذه الزوجة، ونظرا لحجم وخطورة هذا الفعل الإجرامي اللي اقترفاته في حق أو ضد أقرب الناس اللي هما ضد الأصول، فيما شد الدفاع المتهمة على عرضها على الطبيب من أجل التأكد هل فعلا سليمة عقليا وأن الأمر يتعلق بمرض غير عادي، وأكد أنه ربما تكون اختلالات نفسية نتيجة الظروف الاجتماعية والمشاكل الزوجية اللي عانتها مع الزوج ديالها عزوز، كما جاء اللسان ديالها إخواني أخواتي مرارا وتكرارا، واللي كتأكد أن الزوج ديالها عزوز كان دائما كيتعدى عليها وكان كيضربها وأنه كيشرب دائما كيشرب، خصوصا أنه كانت تجمع واحد العلاقة حب بيناتهم قبل ما يتزوجوا إخواني أخواتي، فهم دائما كان كيخرجوا المقهى الملاهي، يعني كانت واحد قصة حب يعني عجيبة وعجيبة جدا، وفي الأخير يعني تصدمات سواء من طرف الزوج لها أو كذلك هو اللي تصدم يعني من طرفها، خصوصا وأنها يعني بعد ما اعترفت بالخيانة الزوجية، خصوصا واحد السيد اللي كان دائما كيوصلها من باب المنزل، يعني هادشي يعني جعل اللسان بعض الجيران اللي كانوا شافوها إخواني أخواتي على أيين، هذه مشاكل يعني زوجية اللي كانت دائما كتعيشها هاد الزوج. إخواني أخواتي، وبخصوص المشاركين في تصفية عزوز والابن ديالها شريف وكذلك بوتين الله يرحمه اللي كانوا أكدوا أنه قالوا أنها انتحرت، فلا شيء من هذا القبيل، فالسيدة يعني هاد بوتينة يعني أعطتها واحد السم في واحد الشراب وبالتالي قالوا أنها انتحرت ولا شيء من القبيل. إخواني أخواتي، فهي أكدت أمام المحققين أن المساعدة اللي جات من طرف الأخ ديالها واللي مهاجر بالديار الجزائرية واللي كان أعطاها الخطة أو الفكرة الدفن بعد استعانة بواحد آلة الحفر، أما مشارك في القتل فأكدت لهم أن الأخ ديالها يعني راه ما شاركش في القتل، وإنما أعطته حتى واحد مادة سامة هي سبب الوفاة ديال العزوز، خصوصا أنه عنده واحد البنية ضخمة ما يقدرش أنه شي يعني غيقاوم هاد السيدة، ولكن أعطته الخطة اللي جاتها أنه تعطيه ديك المادة السامة في الشراب وبالتالي فقد الحياة. وهنا في اتصلت بالأخ ديالها يعني الشقيق الأكبر ديالها اللي كان وعداته أنه تعطيه واحد مبلغ مالي مقابل التستر على الجريمة وتشوف شي خطة على أساس أنه ما تبقاش يعني يمحيوا الآثار ديال هذه الجريمة، ولكن الروح عزيزة عند الله سبحانه وتعالى. فهاد الشقيق اللي عطاه الخطة أنه غيحفر ديك بعد الاستعانة بواحد آلة الحفر يعني فيها جوج أمتار السيد دفنوه، وحتى واحد المبلغ يعني ما كملاتوش له، وهنا فين كان سافر للديار الجزائرية، ومع مرور الأيام دائما كانت يطالبها أنه يعني يسلمها ديك المبلغ الباقي، ولكن ما عطاتوش السيدة صافي نذكرها قلت لي صافي ما عنديش. وهنا فين جا الأخ هذا الأكبر يعني اتصل بالأخ ديالو بمدينة القنيطرة واللي أكد له الخبر ديال أن الجثة ديال عزوز فهي مدفونة داخل الكراج أو البيت يعني تحت المنزل ديال عزوز. وهنا في كانت المفاجأة بعد ما انتقلت السلطات الأمنية ديال مارتيل بعد ما بطبيعة الحال بعد ما خبرتها السلطات الأمنية ديال القنيطرة، فمشاو عند هذه السيدة يعني وداروا مع واحد التحقيق لساعات طويلة، فالسيدة في الأول يعني حاولت أنها تنكر جملة من التفصيلة كل هادشي اللي جا واللي حكاو، فبعد ما واجهوها مع الاخ ديالها اخواني اخواتي نهارت واعترفت في الاخير بالمقابل اخواني اخواتي، فهي بغات تورط الاخ ديالها يعني اللي هو بالقنيطره واللي ما كانش على علم بهذه الجريمه ومازال متمسكه بالاقوال ديالها، يعني بغات تدخلوا فعلى اين؟ فالتحقيقات اللي مازال جاريه على قدم وساق مع هذا الاخ اللي كيقطن بالقنيطره، واللي اكيد انه غيتم يعني اطلاق السراح ديالو
في الأيام القليلة القادمة، لأن ليس هناك أدلة تورطه بالمشاركة في هذه الجريمة. فنحن أمام واحد جريمة صراحة إخواني أخواتي اللي هي متسلسلة، وخاص لابد البحث مع ذيك مول السيارة الرمادية من جديد، وما خفي أعظم هذاك مول السيارة إخواني أخواتي اللي عنده من المعلومات ما تكفي أنه يكشف على مشاركين جدد في هذه القضية، ربما يكونوا ضحايا آخرين الله أعلم، ربما لأن أمام واحد جريمة بشعة يعني متسلسلة. فنقدر نأكد إخواني أخواتي بأنه لا يمكن أي امرأة ترتكب هذه الفاجعة إلا إذا كانت خسرت يعني كل شيء في حياتها، خصوصا وأن أكدت المحققين أنه دمرها داخليا، يعني السيدة أن دمرت داخليا إنسانيا، ربما ضحات بكل شيء من أجل العائلة ديالها اللي تلقى في الأخير الشر. وهذه الزوجة إخواني أخواتي كتحمل واحد الدم ديال الذكور بحال الرجال صراحة، بحال الرجال السيدة صفاتها له بديك الطريقة يعني، وهاد التصرفات ديالها مثل يعني الذكور والرجال، وحتى أنها كرهات هاد الزوج وكرهات حتى الأبناء ديالها. وصراحة راه ما كيعرف السر سوى الله سبحانه وتعالى، يعني سرها راه معاها، وربما السر اللي دفع لفعل هذه الجريمة. وأنا لا أتفق مع هذه السيدة، لأن مهما وقع لابد من استخدام العقل قبل كل شيء إخواني أخواتي. السيدة يعني ما استخدمهاش العقل ديالها، فهي استخدم يعني تصرفت بذلك الطريقة اللي صراحة يعني ربما يعني تعرضت لضغوطات نفسية واللي خلاها أنها تفقد يعني قواها العقلية وتنفذ هذه الجريمة البشعة. وحتى الطريقة اللي عاشتها هذه مدة 12 سنة داخل المنزل، يعني عرسات في المنزل، فرحات بالبنت ديالها، تصوروا هذه السيدة يعني فرحانة بالبنت ديالها في العرس والزوج ديالها مدفون يعني تحت الكراج، كيف يعقل أنها شطحات وضحات يعني ودوزت الليالي بشتاها بالصيف ديالها؟ وحتى أنا لا شيء من هذا القبيل، كاين يعني كتعيش حياتها عادية، وحتى الابن ديالها إخواني أخواتي. هنا علاش قلت لكم أن هاد السيدة دمرت نفسانيا ربما غير عايشة بالعقل، هادشي اللي خلاها أنها يعني تعيش حياة عادية. حتى الابن إخواني غير ما تدخلش الدماغ، الابن شريف ينصف مثاله، ذاك الابن اللي كان دائما عنده يعني واحد الطموح، دائما كيتمنى ان الاب ديالو يكون مازال على قيد الحياه. وحتى بعض الاخبار اخواني اخواتي للاسف اللي كيقولوا ان الاب ديالو يعني هو متورط في تصفيه عزوز، فهذا الكلام اخواني اخواتي لا اساس له من الصحه، غير باش يتاكدوا اخواني اخواتي عاد قولوا هذا الخبر، لان شريف الله يرحمه يعني راه مات بالسر، السر دفنوه يعني مشى معاه. ولي غير باش نأكد لكم أن هذه الزوجة فهي ما اعترفتش بهذا الكلام كله، فهي اعترفت إلا يعني بالأخ ديالها اللي ساعدها بالحفر، كذلك اعترفت بديك العشيق اللي كان على علم بوفاة الزوج ديالها عزوز يعني والدفن ديالو. وهنا فين صراحة كنتمنوا من الله عز وجل يعني المحققين والعدالة يعني تزيد في الأبحاث وتعمق في هذه المسائل، لأن هناك ربما ضحايا يعني اخرين في هذا المنزل او في شي مكان اخر. اخواني اخواتي حتى لا اطيل عليكم نكتفي بهذا القدر، في انتظار ما هو جديد. ما تنسوناش باللايكات ديالكم والبارطاج ديالكم لهذا الفيديو باش دائما تصلوا بما هو جديد. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.